أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو الإعلامي السعودي حمود الفايز وقصة حبه وجمعته بالإعلامية رؤى الصبان وما لا تعرف عنه. الإعلامي السعودي حمود الفايز متميز بسرعة بديهته وكذلك تطوره في عمله، وهو صاحب ثقافة واسعة، قام بالتنقل في الكثير من المحطات، فكان لامعا في الكثير من التقارير والبرامج. وطموحه وأصراره جعلا منه إنسانا ناجحا، فجعل لنفسه مكانة مميزة في عالم الإعلام، وغدا رقما صعبا إذ إنه حقق شعبية كبيرة وأسر قلوب متابعيه، وثابر واجتهد ليشكل مسيرة من التألق والتميز، فركب قطار العزيمة وانطلق إلى عالم يشبهه، والذي درس الهندسة الطبية الحيوية وعمل في مجال التأمين لأكثر من 3 سنوات، إلا أنه قرر الدخول إلى عالم الإعلام حيث كان حبه وشغفه له منذ الصغر، وبدأ العمل الإعلامي من خلال الشعر حيث كانت له مشاركات عدة في المجالات الشعرية، وذلك عام 2001 تلتها خطوة الإعلام. ولد الإعلامي حمود بن علي بن حمود الفايز في الرياض في 17 فبراير عام 83، وينتمي لقبيل التيم، وعمره بحلول عام 2020 37 عام، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس بالهندسة الطبية من جامعة الملك سعود، وأجرى العديد من المقابلات المهمة مع وزراء عرب وسعوديين وأمراء ومسؤولين سعوديين، بالإضافة لسفراء عدد من الدول الأوروبية والعربية المقيمين في الرياض. وبدأ مشواره المهني في عام 2001 من خلال النشر في المجلات الشعرية، ومن ثم انتقل للتلفزيون الرسمي السعودي، وحيث عمل كمقدم لبرنامج صباح السعودية إلى جانب المذيعة السعودية سميرة مدني، قبل أن تنتقل الأخيرة لتشارك فريق كلام نواعم على قناة MBC. وبالإضافة لذلك فقد عمل حمود كمراسل ميداني، حيث قام بتغطية مهرجان الجندرية السعودي يوميا وبشكل مباشر، وحيث كان يقدم ويعد البرنامج طوال 2 أسبوع ولموسمين متتاليين، وأجرى العديد من المقابلات المهمة مع سياسيين عرب وأجانب، بالإضافة إلى مسؤولين وأمراء سعوديين. وبعد ذلك انضم إلى مجموعة MBC في برنامج صباح الخير يا عرب، وكان هو المقدم والمعد لأول تقرير جريء له إلى جانب زميلته لجين عمران، حيث قاما بالقفز من الطائرة أثناء عرض البرنامج. وعند انتهائها من تقديم الأخبار اختتمت المذيعة النشر بإعلان خبر زفاف زميلهما الإعلامي السعودي حمود الفايز والإعلامية الإماراتية رؤى الصبان، اللذان شكراها على مبادرتها وموقفها اللطيف والمحبب. وفي شهر فبراير عام 2018 تزوج الإعلامي السعودي حمود الفايز من زميلته الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان، وهي من أصول أردنية، حيث أقيم لهما حفلين، الأول في بلده السعودية والثاني في دبي في فندق ريتر كارلتون. وأن الصداقة جمعتهما لمدة 8 سنوات، وموضوع الحب والزواج لم يكن في الحسبان أبدا، لكن الأمور تغيرت فجأة في أواخر العام الماضي، وهما إلى حد هذه اللحظة لا يعرفان كيف ولماذا حدث هذا.
والإعلامي سعود حمود الفايز اعترف أنه شعر بالخوف عندما صارح زوجته رؤى الصبان بمشاعره لأول مرة. من خلال صداقتي مع رؤى عرفت من هي هذه الإنسانة، سواء على الصعيد سمعتها الطيبة أم مهنيتها. وهذان الأمران يهمان أي رجل يريد الارتباط بفتاة ما. وبكل بساطة، ارتباطي برؤى جاء من خلال تلميحي لها في جلسة واحدة هي أقرب إلى التصريح عن مشاعري. وشعرت حينها بأنها تقبلت هذا الشيء، ولا أخفيكم أن الخوف حينها وأنا ألمح لها بمشاعري كان موجودا داخلي، بأني لا ألقى تجاوبا منها، وخصوصا أني غير معتاد على هذا السيناريو، وسرعان ما طلبت منها رقم شقيقها الكبير. وصرح الإعلامي حمود الفايز أن القصة فعليا لم تأخذ منها سوى 7 أشهر من لحظة الإعجاب والاقتناع التام بأن الطرف الآخر هو الشريك المناسب له، وحتى موعد العرس مرورا بأحداث الخطوبة والزواج. ومن جهتها أكدت زوجته رؤى الصبان أن الحب في نظرها هو قوة وانتصار، ودائما لكل منتصر هناك تتويج، وتتويج حبها محمود هو الزواج، مشيرة إلى أن حياتها تغيرت عقب زواجها، لكنها سعيدة بمشاركة زوجها في كل تفاصيل حياتها من فرح وحزن وأكل وسفر وكل شيء. وكما قام الإعلامي سعود حمود الفايز بتصوير فيلم من جزئين عن جزيرة بني ياس في الإمارات، يهتم حمود الفايز بالأفلام الوثائقية حيث كان هو من يخرجها وينتجها بنفسه. ومن هذه الأفلام فيلم الدرعية التاريخية وفيلم الشيقر وفيلم المصمك، بالإضافة إلى فيلم متحف الطيران وروائع آثار المملكة في متحف اللوفر في باريس. وبعد ذلك بدأ يقدم نشرة أخبار التاسع على قناة NBC وبشكل يومي من الأحد حتى الخميس، ويعتبر أحد مطوري هذه النشرة بحيث انتقل بها من الشأن العربي إلى الشأن السعودي المحلي. وله فقرة خاصة باسم مفكرتي هو من يقوم بإعدادها، مستندا بذلك على ما قرأ وسمع وشاهد. وفي عام 2012 أسندت له تغطية يوم عرفة، وذلك لمدة 10 ساعات متواصلة. وفي 23 من سبتمبر عام 2013 شارك الإعلامية لوجين عمران بتغطية اليوم الوطني للسعودية، وذلك لمدة 2 ساعة. كما شارك بالتغطية المباشرة لوفاة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، كما شارك بتغطية وفاة ولي العهد السعودي ووزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز. وفي عام 2016 قدم حفل افتتاح سوق عكاظ بالطائف. وفي عام 2017 ترأس جميع جلسات منتدى شوف الذي أقيم في جدة، وكان رئيس جلسة في منتدى مغردون سعوديون بنسخته الأولى. وهذا هو الإعلامي حمود الفايز مع زوجته رؤى الصبان في يوم زفافهما. وهذه صورة للإعلامي حمود الفايز مع زوجته في شهر العسل. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.